يوسف وزنادي معلم ورئيس جمعية عنا ديال الجزائر. المشوار الفني تاعي بديتو في الستينات كم بلا ما يخفى لكم، ولاد القصبة الكل كانوا نقولوش فنانين، الكل عندهم حرفة، كل واحد واش يهوى، كل واحد وين يميل. أنا ملت للموسيقى، كنت نحب الموسيقى الشعبي والأندلس. هذاك الوقت كانت في الجزائر كانت جمعية واحدة الموصيلية، كنت نحب أنا الفن الشعبي، كي نشوف الموسيقى قلبي يزغط شوية. كنت نتمنى دائما نكون في الفرقة هذيك. كان واحد صديق وليد حومتي، كبرنا كيف كيف وتربينا كيف كيف وزدنا في عمر واحدة، نقول له سعيد داعج، هو اللي بدا يعلمني لي بروميير نوت، النوطات الاولين هو اللي علمهم لي في الجيتار. هذاك الوقت كنا نشريو، ماشي نشريو، نجيبو بياد نتاع موبيل هذوك تاع الزيت تاع الطوموبيلات، ندير لهم حطبه فيل دو باش ونتعلموا عليهم. هكذاك من بعد الاب وخاوتي الكبار ما يحبوش، يقولوا لي قرا وما تتبعش الموسيقى هذه وما ديكش لحتى حاجه، حتى لحق وقت وين تسمى غلبتهم. الفن هذا كيفاش بداها؟ يعني فريمون انا او ديبي نهار الايامات الاولين كنت نجي نصيبو دار واحد القنابر هكذاك بالي موش بالي والخيوط ويلعب بيهم، نجي انا نكسرهم له خطرة زوج ثلاثة. واحد النهار قالت لي العجوزة الله يرحمها، قالت لي يا وليدي انت نهار تبع، انا كنت نتبع ندير الرياضة سبور، قالت لي يا وليدي انت نهار ضحت في الرياضة واحد ما حبسك، هو حب الفن خليه يروح للفن. قاعد تخدم لي هكذاك، خدمت لي. حنا عندنا كان عندنا واحد حبيبنا هكذا عنده مكازان حانوت، ندورو عنده ويجوزو من دم سي احمد سري ما بالمرابط الله يرحمه، دائما يجوزو من دم باش يروحو لمرسيليا. طلعت انا للدار العشية كون دابيتود، كان في الدار هكذا نوضتو، قلتلو جا هو خلع يقول كيفاش هذا، قلت له تروح تحب تلعب توسيط الفن نبعتك عند واحد، قال لي ايه. تعرف وين سينما اولمبيا لاري موغادور سينما اولمبيا نوري له بري كيفاش؟ اه قال لي نعرف، قال لي نعرف وين. قلت له كان بعدك الكاش مسيد تقول لي ما نعرفش، هذيك الفن اولمبيا قدها بالخف. ومن بعد كيما قال الحال راح سي كوم سا كسا ديبيتي. في 72 كان خويا الكبير هذا محمد كان عنده صاحبه كان عنده علاقه مع الجزائريه الموصليه، تكلم مع سي بن مرابط الله يرحمه سيد علي بن مرابط وسيد احمد السري، تكلم معهم يقول لهم كاين واحد جافي 15 على ليبوك، كنت في عمري 15 سنه، بالك الموصليه سيتي اونتر 8 التسجيل تاعهم بين 8 و 13 سنه في القانون الداخلي تاعهم. انا كي رحت دخلت السلام عليكم السلام، قلت لهم الحاج، قال لي ان كان الحاج بن فارس الله يرحمه، قال لي ان هو كش ما تسحق يا وليدي، قلت له فوالا، قلت له باش نسجل روحي معاكم هنا، واسمك فلان بن فلان كذا يوم هنا، قال لي وين تسكن؟ قلت له في القصبه. شحال في عمرك؟ قلت له 15 سنه، قال لي ما نقبلوكش، قال لي بين 8 و 13 سنه. عاودت رجعت غد من داك صبت لو ميم لا ميم بيرسون الحاج بن فارس الله يرحمه، صبتو السلام عليكم السلام، هو ما تبتش عليا. قلت له فوالا باش نسجل روحي ومن كي سقساني كوم لا بريمير فوا سقساني شحال في عمرك وكذا، كي قال لحق العمر قلت له في عمري 13 سنه، كذبت عليه. قال لي استنى حتى يجي سيد علي بن مرابط، قعدت انا نستنى كي يجي سجل لحق سيد علي بن مرابط الله يرحمه. قال لي عندك آلة؟ قلت له ما عنديش. قال لي اجي من بعد الآلة تشريها. كي دخلت عطاني سنيترا، قال لي بدا بهادي لوطوني تشري سنيترا. كي جابوا سناتر كي جابوا عطاني وحدة، قال لي تخلص 10,000 وتبقى لك 5,000 كل شهر تخلص الفراك. هذاك الوقت خلصت، ومن بعد كي شافني نحب ونتعلم ونجي ما نتغيبش لي كور تاعي ومنا، قال لي هذيك 5,000 الله يسمح سيد علي بن، قال لي ما تخلصهاش.
ابارتي دو لا بدا المشوار تاعي. ديبي تاع 73 طلعت لاكلاس دو مي سوبيريور عند عمي الزبير كاكاشي الله يرحمه، تعلمت معاه في لافان دلاني. افون لافان دلاني طلعت عند شيخ سري الكور سوبيريور في 73. جا صغير الجمعية وين كنا نتعلم، تعلمت فيها. بعد ما تعلمت فيها وليت نعلم. يوم من التلاميذ يوسف الله يبارك، يعني كي دخل في الأول هكذا كان صغير، ابدا مع الابتدائيين حتى الحق القسم العالي وإن كنت أنا ندرس فيه. وحقيقة ما نجم نقول لك ما خلفش يعني ولو أنكور، دائما كان تما معنا. وبغير كما يكون كما يكونش حتى كذا ما يكونش الدرس، أصيبو يجي ويعاود يكرر مع أصحابه، يكرروا هكذاك بيناتهم ويتعافهمتني ولا يعني هذاك اللي خلاه مازال محافظ ويثبت على الشيء اللي تعلمه. خمسة وسبعين في ديبي دلاني كي بدينا في سبتمبر، سيد علي بن مرابط الله يرحمه قال لي يوسف راني نشوف بلي انت راك تحب تتعلم وراك تجي كل يوم وكذا راك هنا كل يوم، قال لي اش ما نديرش تجربة معك. قلت له شنو هي؟ قال لي ماذا بيا نعطيك كلكو زيلاف ان بتي جروب ونشوفو ولا تقدر تخدم معاهم ولا تقدر تعلم. قلت له يا با بروبليم، ما كان حتى مشكل. بديت عطاني ان جروب دو 15 راني ثابت، بديت نعلم فيهم. كنت نقرا الموسيقى، ما عندي حتى مسؤوليه، نقرا تعلمت ليا ما تعلمتش ليا. من بعد كي بديت نقري ولات مسؤوليه كبيره، خاطرش علاش الشيخ تاعك يعلم لك شغل لازم تاديه كيما تعلمته، لازم كيما تعلمته انت كيما تعلمه التلاميذ تاعك. يوسف وزناجي عرفته اول مره كمعلم في جمعية الموصلية، وأنا كنت انتميت لها من 81. القاعدة الكبيرة اللي تتعلمها في الجمعية كنا ندوها دائما من تروازيام لكاتريام اني، وهاد لي كلاس كان شدهم يوسف. هذا صافي دير كستي لا لي ميور سيسني لو ميور بروف إلي تي دوي، ولا بروف كامل اللي خرجوا من تما كامل يشاهدوا له بهذا بالعمل هذا، باسكو اونسيني سي ان دون مي هو يلا دوني انكور بلوس. رسالة وشريفة ومسؤولية كبيرة، خاطرش علاش غدوة من غدوة تتحاسب، يقول لك أنا علمت لك هكذا وأنت مديته ماشي كيما إني با فيدال لو مورسو أون لوي ميم، لا لاخر لا فاسون إني با كريديبل كوا، ماشي حاجة صحيحة. ألور تولي عندك مسؤولية أكثر، ماشي كيما بنادم يكون يقرا ماشي كيما يكون يقري. وثاني بنادم يفرح شويه كي يشوف التلاميذ تاعو هكذا يبانو ويظهروا يولي يفخر بهم.
نقري على بالك حنا الجزائريين عندنا شويه نحشمو نستحيو بزاف. كي بديت نقري كنت كي ندخل الكورني قابلوني تلاميذ تاعي وانا كنت صغير على ليبوك ما 18 سنه في عمري مازال ما قفلتش 20 ولا كنت صغير دراري مازال 18 سنه التلاميذ كي يشوفوك دا كي بديت نقري البرومي كور تاعي كي بديت نقري كانوا في القسم تلاميذ كبار عليا في السن الامور صعيبه شويه. بعد بالعقل بديت مع الطول الولف فرضت روحي ولا التلاميذ هذوك تقبلوا انتبهت كي بديت نقري المره الاولى كي بديت نقري كان جاو بعض اولياء التلاميذ قالوا له البن مرابط كيفاش نتايا تجيب لنا واحد صغير يقري لنا ولادنا. قالوا ما انا حطيت يوسف هذه الموصيليه اللي يحب حب اللي ما حبش يرفد ولادو يروح هذه ما ننساهاش. ابارتير دو لا من بعد فرضت روحي والحمد لله النتيجه كاينه. قالك يرحم من تعلم وعلم وهذه قعدت سيرة عندنا ولا من شيخنا اللي سبقونا الله يرحمهم كذلك هكذا كعطاو في حياتهم واش يعرفوا وعلموا التلاميذ اللي هما ولاو شياخ من بعد. يوسف كذلك يسمى هذيك هي السلسلة، السلسلة راهي تكمل تعلم واليوم راهو يعلم. كيما تعلمت بحرارة كيما نعلم بحرارة بصفة واحدة خاطرش الإنسان كي يحب الحاجة يعطي قلبه ليها ما يحاسبش نفسه يمد كل واش عنده الطاقة اللي عنده كامل يمدها. كي كنا نقراو كوم سي كنا في مسيد كنت تاع اورديناغ تاع النهار تاع سيونس ولا مات ولا فيزيك سي لا ميم شوز سي لا ريغور سي لو سيريو اي لو سيتي لو بيرفيكسيونمون تاع الخدمة. اوني لا بور ابروندر با بور اوتر شوز يا ابروندر كوم يلفو كونفينابلمون. حنا التلميذ النهار الاول اللي يجي كيما يقولوا لي طاب بروت نعلمو له كيفاش يقعد على الكرسي نعلمو له كيفاش يحكم الآلة تاعو كيفاش يبدا يلعب كيفاش يتكلم مع الناس. كاين بزاف امور لي ماشي غير السنيترا ماشي غير الموسيقى يتعلم كلش. هذا هو يربيهم كي ولادو يجيو صغار ويكبروا عنده ويترباو عنده حاطينه هو كي باباهم هو حطهم كي ولادو يعني ما كانش من احسن من هاد العلاقه هذه. في الاول ماشي بزاف نقول لك ماشي بزاف اللي حبا للفن هذا اللي يجيبو حاب الطفل تاعو يكون في بلاصه ماشي كله كاين يعني من بعد يظهر باللي الشهاده يشوف الطفل تاعو كاين اللي ما على بالوش الطفل تاعو باللي عنده الموهبه هذه يصيب اللي الطفل تاعو وبودو كالكو كور الى ابري دي نوت يولي في الدار يتنتن قدامه دي نوت اللي هو بالك ما يعرفهمش ولا يسمعهم هكذا برك تما يولي من بعد يهتم ويولي ماذا به الطفل تاعو يتعلم كما لازم الحال. زكريا مرسلي بارون ديلاف نتاع نادين اللي راهي تتعلم الموسيقى الاندلسيه عند يوسف وزناجي. وشي ما يخفاكمش يوسف وزناجي مدرسه كبيره في مدرسه انبل واللي هي الرئيس نتاعها الشيخ سري. اي كوم جمانكيتي نورمالمون بالنسبه للطفله باش الانسان يعني يعرف وين يكازيها باش تكون نفسها ايتو صبت باللي لاسوسياسيون تاع لي روسينيول دالجي سي ليديال بور ما في باش يعني تزيد تنمي رغباتها وتنمي تانيت الانتليجنس نتاعها سواء كان من ناحيه تاع الدراسات ولا حتى من ناحيه يعني بالنسبه للموسيقى ولا حاجه اخرى اللي تخليها تكون نفسها. الصغار هذوما وين يتعلموا كما يلزم الحال الا في الجمعيات. وجمعيه كما هذه نتاع العناديل.
وانا وين نفرح؟ نفرح هذوك اللي تعلموا عليا اليوم راهم يعلموا كما انايا عملت معاهم، وما كذلك هم يعملوا مع الصغار اللي راهم يجيو. انا القاعده تاعي هي الموصيليه، و 90% تاع الموصيليه تعلمتهم عند يوسف. صافي تو دير باسكو ما ابري ما تعلم امورات كيما هادو يوسف لي ديفلوبي برك بلوطار امورات كنت تعلمتهم. مي باش تتعلم الباجاج هذاك الصحيح القاعده كامل تديها في الديبي تاعك، و الديبي هو البلوز امبورطون و البلوز ديفيسيل. بديت نعلم في 75 الى يومنا هذا ما حبستش عمري ولا حبست في التعليم، حتى يوكان يصرى واش يصرى ما حبستش الا ونكون طايح فراش مريض، سينو عمري ولا حبست. اي سبه كانت، توفات العجوزه الله يرحمها بعد 3 ايام رجعت للدروس مع التلاميذ تاعي نقريهم، توفوا خاوتي كيف كيف في 4 شهور توفات اختي وخويا الله يرحمهم، وكملت الدروس ما حبستش. قلت لك الا ونكون طايح فرش ما نقدرش لا غالب ما نقدرش نزغد. الهدف تاعنا هو الحفاظ على هذا التراث الباتريمون تاع الفن هذا الاندلسي، سي 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 لو بيت ريشيرشي جوسكا بريزون. يوسف الهدف تاعو درك اليوم هو دوك راه يخمم بزاف على الشهاده، يعني لا رولاف لا كونتينيتي تاع الشهاده اللي راه هو تعب باش وصل ليه. قلت في هذه الجمعية يا أنا راني ندير في الفيولو، بديت قبل بلا ماندولين ومن بعد درت هذا الانسترومون. جو جو ديجا دوطخ انسترومون انفان دو طون ان طون كيما الكويتره والعود. C'est mes instruments aussi préférés. Ou bien sûr, Cheikh Youssef, c'est le plus gentil des professeurs. Ou Yaref, il enseigne très bien. جار الهوى وحراق وحراق جار الهوى وحراق وحراق قلبي بنار بنار مسكين من يا عشاق اه يا لالان لان يا لان في الحوم جار. يكون عندك تلميذ تكتشف تلميذ عنده صوت مليح ويعزف مليح على الآلة، وهنايا مدابيات يكونوا تلاميذ اللي يكملوا في المهمة ويؤديوا الآخر الرسالة حتى إلى الأبد. كيش تعبك دخلت هكذا صاما وليت 28 عام ناريان، سي إكزاكتومون لا ميم شوز كيما كان يدير معانا هذاك الوقت كيما راهو يدير هكذا، سي إكزاكتومون لا ميم شوز. صافي دير ما كانش غير أون أمبيونس تاع معلم، يا أون أمبيونس دو فامي. شغل سيت مومبغ دو لا فامي، الانسان الصغير يقدر الكبير، وتخرج دائما بنتيجه من هنايا وتحس باللي راك دير حاجه ايجابيه في حياتك. والذكرى وكاين وتجوزنا بزاف امورات، كان عندنا جو عائلي، كنا نسهروا، كانت عندنا حفلات، كانت عندنا جوالات، وكانت غير كانوا غير الحوايج الملاح سيرتو هذاك الوقت. الوقت اللي فرحت بها بزاف بالك بديت نقري 10 سنين من بعد في 85 كان مهرجان الشبيبه فيستيفال لا جوناس اللي يدي الجائزه الاولى يروح لموسكو. هذاك الوقت انا كنت حاكم القسم المتوسط في الجمعيه الجزائريه الموصيليه، وكان محي الدين بشطرزي الله يرحمه رئيس لجنه بريزيدون جيري. خدينا البروبي بري في 88 تاني شاركت مع الجزائريه الموصيليه مهرجان الربيع الموسيقي، ادينا الجائزه الاولى.
وشاركنا في مهرجانات. كان التلاميذ تاعي اللي بعثتهم لا جورداني داو الجائزه الاولى، بعث تلاميذ لا بلغاري داو الجائزه الاولى. هذا هو الشيء اللي يفرحني. Chapeau, parce que il y a 28 ans de ça ou la 29 ans de ça qu'on a hagda ya ou on a chauffé bli mais ça les gens ou راهم جايين يعني دي جون هكذا يا جايين لي تلمدين دائما على لواحد كيما هذا دونك il y en a pas beaucoup cette idée من هذا النوع vraiment ما كاش دونك non seulement il a arba ajal حسب بشحال من قسم خرج على يدو depuis des années وهو ان طونك بروف اي ان طونك ارتست ان طونك فنان راهو دخل في هاد الناس هذوما اللي مثلوا وخلاو بلاصتهم في الثقافه وفي الفن الاندلسي بصفه خاصه. على كل حال هو موسي هذاك الشيء من القلب الصافي فرحان كيعلم وكي الصغار هذوك اللي علمهم ينجحوا في قرايتهم هذا غير الجمعيه وفي الفن. سي اون فيرتي بور مو كي نشوف التلاميذ تاعي يلحقوا المستوى ولاباس بهم ماشي غير في ميدان الفنيه الاغلبيه تاع التلاميذ تاعي كامل حتى في قرايتهم نجحوا. اللي راهو طبيب راهو طبيب، اللي راهو مهندس راهو مهندس، اللي راهو مسؤول في الإدارة مسؤول، حاجة كبيرة، وبقات علاقة معهم لاباس بها. تحية كبيرة على الشيء اللي قدمه اون طونك ديجا يعني انسان كيما حنا رانا نشوفوا بعضنا بعض نقولوا بالك لو كان حنا رانا في بلاصتو يا هل ترى نشدو الشيء اللي راه شدو هو. سي با فاسيل دو ريونير اوتون دي ليف وسورتو سورتو الصغار. الشيخ يوسف حب يقول نطلبوا له التوفيق ونطلبوا له طوالة العمر وتسعة الخاطر في الحقيقة باسكو متهلي في وليداتنا وربي يتهلا فيه إن شاء الله. إي بي جانسيست أوسي لي زانستيتيسيون باش يعاونوهم أوتونك أسوسياسيون أوسي باسكو يدون لو ميور دو مام كوا بور نو زونفون. مازال يتعلم ومازال يعلم يعني هذا الشيء ما ينقطعش ما بين إنسان راه ينجم يتنقل بعقله فكره لا ينجم مازال يزيد يخدم ويعطي اللي هو لازم. سوي ساتيسفي دو ميز إلاف كو سوا كي سون بارتي ولا اللي بقاو معايا ولا سوي ساتيسفي دو انا كي نسمع يجوني اداء يجوني ديزيكوم دوطر زاسوسياسيون كيقولوا لي التلميذ تاعك ناضو صح لهم شغل كانوا يغني وقال لهم ماشي هكذا سي كيك شوز ديكسترا بور مو. وحنايا سكارى في الروض الفلاني في الروض الفلاني. أمنية تاعي للجمعية جمعية عنادي الجزائر هي إن شاء الله تزيد تطور
وتكون من أحسن الجمعيات على مستوى الوطن، والتلاميذ اللي عندنا إن شاء الله الكل يكونوا شيخ باش يكملوا يؤديوا الرسالة. أو يرسل معاني، أو يرسل معاني، وتكون العشية صفر ومدهبية. وتكون العشية صفر ومذهبية، يخلطها التلوين اش عندك تقول في دي القضية يا قاضي العاشقين.